تتبع هذه الرحلة لشركة ياك للخطوط الجوية باتجاه مطار روسي لنقل ركاب مهمين جداً. القلبات 30. الضابط الأول إيغور جيفيلوف هو نائب رئيس عمليات الطيران في شركة الطيران. القلبات عند 30 درجة. إلى جانبه الطيار أندري سولومينيتسيف. عجلات الهبوط إلى الأسفل. يتابع مهندس الرحلة فلاديمير ماتيوشن طاقم قمرة القيادة. عجلات الهبوط إلى الأسفل. تهبط الطائرة في ياروسلافل وهي مدينة تقع شمال شرق موسكو وتبعد عنها 250 كيلومتراً. بالنسبة إلى هذه الرحلة سيتولى الطيار سولومينيتسيف التحكم في الطائرة بينما سيتولى جيفيلوف أمر المكالمات اللاسلكية. هل رمز نداء تونوشنا؟ ياروسلافل. معكم الرحلة ياروسلافل 42434 نطلب الإذن بتشغيل المحرك. يشغل الطاقم محركات طائرة ياك الثلاثة. شغل الرقم الثلاثة. تتجه الرحلة إلى مينسك التي تقع في بيلاروسيا وتبعد مسافة ساعتين. مجموعة الدفع. ينطلق الطاقم، السرعة 190 كيلومترا في الساعة. لكن الطائرة لا تقلع. 210. من المحتمل أنك ضبطت أداة التثبيت على مستوى منخفض، أضف بعض القوة. طاقة قصوى. يبلغ طول المدرج 3050 مترا، يجب أن تقلع الطائرة قبل أن تصل إلى مسافة 2620 مترا. 22. تمتلك الطائرة قوة دفع كافية لتحلق في الجو، لكنها تظل على الأرض. تحطمت الطائرة ياك 42 في نهر الفولغا على بعد 800 متر من المدرج. تبحث فرق الإنقاذ في الماء عن ناجين. ساعدوني أرجوكم. في غضون ساعات وصل فريق التحقيق الروسي إلى مكان الحادث. كان فريق التحقيق يمتلك خبرة كبيرة لأنه كان هناك الكثير من الحوادث. لقي 43 شخصاً من أصل 45 شخصاً على متن الطائرة حتفهم بمن فيهم الطيارون. لقي جميع أفراد فريق لوكوموتيف مصرعهم. إنها واحدة من أفظع المآسي في تاريخ الرياضة. إذن ما الذي حدث؟ يركز فريق التحقيق على سؤال رئيسي: لماذا لم تستطع الرحلة ياك 42 الارتفاع عن المدرج؟ يفحصون الحطام لمعرفة إن جرت تهيئة الطائرة على نحو صحيح للإقلاع. يبدو أن القلابات ضبطت عند 20. قد يكون الصندوقان الأسودان الموجودان في الطائرة مفتاحاً لمعرفة سبب عدم إقلاع الطائرة في هذا الوقت. يبدو أن القلبات على الأجنحة ممتدة على نحو صحيح للإقلاع. وبالنسبة إلى الذيل يبدو إعداد الموازن الأفقي صحيحاً أيضاً. تبدو جيدة. بدأ كل شيء نمطياً فيما يتعلق بالرفع. يبدأ فريق التحقيق ببيانات الرحلة.
يفحصون المدخلات ويجدون شيئاً غير عادي. انظروا إلى تسارعها. تعمل المحركات على نحو صحيح وتوفر الطاقة الكاملة، إلا أن ياك 42 لا تتسارع بالسرعة المطلوبة. أثناء لفة الإقلاع، عندما كان من المفترض أن تتسارع الطائرة، كانت تتباطأ في الواقع مع نهاية اللفة. والتباطؤ هو تطور غريب وغير عادي وقد يكون قاتلاً. يتساءل الفريق الآن ما الذي أعاق الزخم الحرج للطائرة على المدرج. يحتاج فريق التحقيق إلى معرفة سبب عدم تمكن طائرة ياك 42 من الإقلاع عن الأرض. كان هناك شيء ما يضغط على الطائرة في وقت كان فيه كل شيء آخر يحاول تسريعها. هل المكابح تعمل؟ أثناء إرسال مجموعة عجلات الطائرة للتحليل، يقوم فريق التحقيق برحلات تجريبية لمعرفة إن كانت المكابح التي جرى تشغيلها قد أعاقت الإقلاع. أولاً، يجربون القيام برحلة من دون تشغيل الفرامل على طائرة الاختبار. تقلع الطائرة بسهولة على بعد 1200 متر من المدرج. يجربون الإقلاع مرة ثانية، لكنهم طبقوا قوة الفرامل هذه المرة. لا يزال لدى الطائرة طاقة كافية للإقلاع، لكن المسافة اللازمة للوصول إلى سرعة الإقلاع ازدادت إلى الضعف. ما أشارت إليه اختبارات الطيران أن مجموعات المكابح الأربعة على جهاز الهبوط جرى تشغيلها وأخذت تعمل على إبطاء سرعة الطائرة أثناء انطلاقها على المدرج. استدر. تقدم الرحلات التجريبية أدلة دامغة على أن الرحلة ياك 42 كانت تعمل على الهبوط على المدرج مع تشغيل الفرامل. لم يستطع فريق التحقيق العثور على أي دليل على وجود عطل ميكانيكي تقود النتائج إلى احتمال مزعج. ضغط أحد الطيارين المكابح. نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على الطاقم. تقدم مراجعة سجلات رحلات الطاقم دليلاً على ذلك. تدرب كلا الطيارين بطريقة روتينية على نسختين مختلفتين من طائرة ياك. يمكن لطائرة ياك 42 الأحدث والأكبر حمل 3 أضعاف عدد الركاب والطيران بمسافات أطول. إنه اكتشاف صادم، ففي معظم شركات الطيران لا يسمح للطيارين بالانتقال من نوع طائرة إلى آخر. لا يجوز أبداً، أعني غير صحيح، تدريب طيار على قيادة طائرتين في الوقت نفسه، هذا لا يجوز. هل أدت خبرة الطاقم المختلفة المتمثلة في تحليق طائرتين مختلفتين ولكن متشابهتين إلى حدوث ارتباك في قمرة القيادة؟ بالتركيز على دواسات الفرامل، اكتشف فريق التحقيق فرقاً كبيراً بين الطائرتين. تعمل دواسة مكابح ياك 40 على تغطية قدم الطيار بالكامل، ولكن صممت دواسة مكابح ياك 42 حيث يستقر كعب الطيار على الأرض. وهنا تأكدنا من أن هناك أمراً غريباً، وأتت الفكرة. ربما يكون الطيار الذي اعتاد قيادة طائرة ياك 40 قد وضع قدمه بالكامل على الدواسة، وهو خطأ كان من الممكن أن يؤدي إلى تشغيل المكابح عن غير قصد. لكن لماذا لا يلاحظ الطيار الخطأ؟ يفحص فريق التحقيق السجلات الطبية للضابط الأول، ويكتشفون أنه يعاني من حالة عصبية كان من المفترض أن تحرمه الطيران. كان الضابط الأول يعاني من حالة عصبية حيث تفقد أطرافه الإحساس. كان يفقد الأحاسيس في ساقيه. لقد جعله ذلك أقل وعياً لردات الفعل الشعورية في قدميه. كان الضابط الأول يضغط على الفرامل من دون أن ينتبه إلى ذلك.
اكتشف فريق التحقيق أيضاً أن الفرامل لم تبطئ الطائرة فقط، كما أنها تطبق قوة نزولية على المقدمة. من خلال تعليق المكابح على عجلة دوارة، كانت الرحلة ياك 42 عالقة تقريباً مثل الغراء على المدرج. من المحتمل أنك ضبطت موازين الطائرة على مستوى منخفض، أضف بعض القوة. زادت محاولة رفع مقدمة الطائرة الطين بالله. طاقة قصوى. كل القوة الأخرى التي كنت تضعها في الطائرة لمجرد رفع مقدمتها لم يعد يمكن مقاومتها الآن من خلال قوة الكبح إلى الأسفل. ترتفع الطائرة على الفور بزاوية ميلان عالية وتطير خلال ثانيتين، ثم لا تتمكن من البقاء في الهواء. يسبب الارتفاع المفاجئ لمقدمة الطائرة فقدان الأجنحة الرفعة بسرعة، يزداد السحب وتنخفض السرعة وتتوقف الطائرة. تصبح مجرد قطعة كبيرة من المعدن والوقود واللحم تتساقط في الهواء. لماذا استمروا في محاولة الطيران لفترة طويلة بعد فوات الأوان؟ من الواضح أنه لم يكن عليهم فعل ذلك. يلجأ فريق التحقيق إلى التسجيل الصوتي في قمرة القيادة، ويستمعون إلى القبطان ليعلن عن سرعة إجهاض الإقلاع المعروفة أيضاً باسم V1. بمجرد أن تقترب الطائرة من سرعة V1، يتعين على قائد الطائرة اتخاذ قرار إما بمواصلة الإقلاع أو إحباطه. نقترب من سرعة إجهاض الإقلاع التي تصل إلى 190. يجب أن تبلغ سرعة 200. لا، إنها 190. لم يعلموا بسرعة إجهاض الإقلاع الخاصة بهم. إذا لم يكن لديك معايير محددة مسبقاً مثل سرعة الإجهاض، فلن يكون لديك مجال يمكنك أن تعرف من خلاله في هذه المرحلة إن كنت جيداً أم لا. تظهر الحسابات أنه من الوقت الذي حاولوا فيه الإقلاع لم يكن أمامهم سوى 5 ثوان ليقرروا إن كانوا سيجهضون الإقلاع أم لا. كان لديهم الوقت للتوقف. كانت متابعة الإقلاع خطأ الطاقم الجسيم. يبحث فريق التحقيق في سجلات الطيارين، ويبحثون عن أسباب أخرى لشرح سبب سوء تعامل الطيارين مع الإقلاع. إذن هو لم يكمل التدريب. أجري التدريب على نحو غير متناسق مع فواصل خلال الفترة التدريبية. لم تكن بعض وثائق التدريب الخاصة بالضابط الأول موجودة حتى. في تقارير التدريب للطيارين جرى اكتشاف أنه في كثير من الحالات جرى اعتماد أنهما أتما مهمات طيران معينة وتخطيا تحديات الطيران، لكنهما لم يفعل ذلك. افتقر هذا الطاقم للتدريب الصحيح الذي يؤهله للتحليق بطائرة ياك 42. أوقفت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية على الفور ترخيص تشغيل شركة ياك. جرى إيقاف أسطول الطائرات وأغلقت ياك سيرفيسز كشركة. إنه التدريب والترخيص والتفتيش والإشراف هو ما يجعلك تطير بأمان كطيار، وإذا زيفت ذلك فلن تخاطر بحياتك فقط، وها قد رأينا النتيجة هنا. بعد 2 فقط من الحادث أصدر فريق التحقيق تقريراً أولياً. أدرجت فرملة الطيار غير المتعمدة سبباً رئيسياً للتحطم. مع توصل التحقيق في الحادث إلى نتيجة، أعتقد بأن اللوم الحقيقي يقع على الأشخاص الذين وضعوا الطاقم في هذا الموقف. بعد الحادث المأساوي، ألغى ياروسلافل لوكوموتيف موسم 2011 بأكمله. لدينا حريق في كلا المحركين. هذه الحوادث الثلاثة هي مؤشرات لما يحدث عندما لا تتدرب جيداً بما يكفي، وعندما لا يكون لديك أشخاص على دراية كاملة بالإجراءات التي يحتاجون إليها. ما من استثمار أفضل من تدريب الطيارين ومطالبتهم بمتابعة تدريبهم. اختبروهم، دربوهم،